تتبعي قناة أنفاس بريس، احنا الآن تنتواجدوا في مقر ولاية جهة الدار البيضاء. المناسبة هي انعقاد دورة مجلس مدينة الدار البيضاء اليوم 27 يوليو 2023. من بين النقاط المثيرة داخل هذه الدورة هذه القضية المتعلقة بملعب محمد الخامس. مرة أخرى يتم توجيه الأضواء إلى ملعب محمد الخامس، ولكن هذه المرة من باب التدبير ديالو، طريقة التدبير ديالو والشركة اللي تدبر هذا ملعب محمد الخامس. اليوم يعني مجلس مدينة الدار البيضاء طرد شركة كازا إيفنت اللي كانت تدبر ملعب محمد الخامس، وعطى المجال لشركة سونارجيس اللي تدبر مجموعة من الملاعب الكبرى على صعيد الوطني. واش هاد الخطوة يعني غادا تحل المشكل ديال هذا الملعب تاع محمد الخامس اللي تحول إلى نفطة مدينة الدار البيضاء؟ واش سونارجيس قادرة على تأهيل هذا الملعب وتخليه قادر على احتضان المناسبات أو اللقاءات الكبرى والملتقيات الكبرى الدولية والقارية؟ أجي نشوفوا أش قالوا المنتخبين عفوا حول هذه القضيه هذه. سيسف، علاش ملعب محمد الخامس الان الغاء الانتداب تاع الشركه تاع كازا ايفنت؟ علاش في هذا الوقت وماشي في وقت واحد اخر؟ اولا اعتقد حسب الراي ديالي الشخصي بان هذه الكوارث اللي وقعت مؤخرا في المركب ديال محمد الخامس، اخر حاجه راه الوفاه ديال ديك الجمهور ديال الرجاء، هو هذا زرب العمليه ديال باش يكون هذا المرفق يتكون التدبير ديالو من واحد الشركه اللي هي عندها طابع تدبير المنشات الرياضيه. ان حتى الشركه ديال كازا ايفنت هو الدور ديالها ماشي المنشات الرياضيه، دورها كان المجال الثقافي، وهذا غير ترامي على واحد خصص اخر. فاليوم كان تصحيح المسار على اساس بان هذه الشركه اللي عطاونا واحد العرض البارح في اللجنه، واللي هما التخصص ديالهم كيدبروا واحد 38 مرفق رياضي عندهم تجربه، وثانيا جايبين واحد المبلغ مهم هو 25 مليار ديال السنتيم اللي غتكون غتصرف باش ياهلوا المركب محمد الخامس للكاف ديال 2025 ان شاء الله الى سخر الله وكنا معاه، وثانيا يقدروا ياهلوا ل 2030 الى رصا على المغرب احتضان ديال كاس العالم. نعتقد هذه الشركه التخصص ديالها هذا المجال، وحال الوقت لان ماشي عيب بعض المرات كنديروا شي حاجه وكنغلطوا فيها ولا هذا، اليوم حان الوقت لتصحيح هذا المسار ديال شركه عندها واحد التوجه المجال الثقافي وليس المجال الرياضي. في المجال الرياضي هذا خصص كبير، وانا من هذا المنبر كنشكر الداخليه لان هذه النقطه جات من اطار الداخليه، وزاره الداخليه ووزاره التربيه الوطنيه اللي جايبه المبلغ ميزانيه 25 مليار، هذا راه ماشي سهل. وكنتمنى باش هذه الشركات تعاود تصلح وتنقذ ما يمكن انقاذه في هذا الملعب، لان الملعب صراحه تخسرت عليه 22 مليار في عهد ديال الشركه ديال كازا ايفنت، ولكن ما بانش ما عطاش ديك الحله اللي بغينا اخي المطاف. راه انا من هذا المنبر ولا بد ما نقول، لان كاين غيكون اخلاء ديال بعض المرافق المجاوره ديال هذا المركب، خصنا نراعيو لهاد الجمعيات اللي كانت مستافده من هاد القاعات ومن هاد المنشات على اساس هما يلقاو لهم شي بديل. ماشي احنا باغيين التاهيل ديال هذا المرفق، ولكن ما تكونش على حساب الجمعيات اللي كتشتغل وعندها واحد الباع طويل في ذاك المجال الرياضي تما. سي المحل، ما كانش المفروض انكم تلغيو الاتفاقيه مع كازا ايفنتس وتعطيو لراسكم واحد الفتره تاع الوقت باش يعني تناقشوا الاتفاقيه المقبله مع الشركه اللي غتدبر ملعب محمد الخامس؟ الاتفاقيه اللي تمضت البارح مع سونارجي اللي ناقشت البارح في اللجنه المختصه مع الخاصه بسونارجيس ملتها ظروف معينه، الظرف اللي هو ظرف استعجالي، ظرف ديال تنظيم تظاهره من حجم كاس افريقيا، الاعداد الملف ديال المغرب لتنظيم تظاهره كاس العالم، كل هذا الشيء كيتطلب شويه الوقت، وبالتالي خص كان على المجلس انه يدخل في واحد الحوارات ونقاشات اللي هي ماراثونيه بدات بالمكسب وانتهت باللجنه، واليوم غادي تنتهي بالدوره. فبالتالي حتى ولو على جدل على فرض اننا نهينا العلاقه مع كازا ايفنت، غادي تبقى مساحه فارغه. الملعب خصو يتهيئ، خصو يعرف اصلاحات، خصو مجموعه ديال الامور اللي هي للاسف شابتها اختلالات التدبير السابق. اذا الامر كيستدعي ان الناس المدبرين المسؤولين ديال مجلس جامعة الدار البيضاء، وحنا في الأغلبية منهم، خذوا هذا القرار اللي هو قرار متعقل وحكيم،
ما فيش نوع من التعجل، فقط تجويد الاتفاقية راه بقت اللجنة مجتمعة أكثر من 7 أو 8 ساعات حتى لحظة ديال الليل، وهي بصدد مناقشة بنود الاتفاقية مع سونارجيس وتجويدها، وهذا الذي تم. واليوم إن شاء الله في الدورة غتكون هي نقطة حامية الوطيس في النقاش، وكنظن أنه خصنا نصادقوا على هذه النقطة هذه لأنها مهمة للرياضة في الدار البيضاء. عبد الصمد، واش شركة سونارجيس تحل المشكل تاع ملعب محمد الخامس لتحول النفطة في مدينة الدار البيضاء؟ أنا بالنسبة لي أهم قرار هو أنه مركب محمد الخامس يبقى بلاصتو ويزيد يتأهل. هذا بعد كاين كيسد عندنا واحد الباب ديال التخوفات ديال بعض الأطماع العقارية وغير آخر. المهم هذا باب سدينا، لا إن كان من فائدة في هذا الموضوع هو التأكيد على أنه المسؤولين كيأكدوا بأن مركب محمد الخامس ما يمكنش يحيد من بلاصتو، إنما ينبغي تأهيله مزيان. الحاجة الثانية، أي تحول كيمكن يأشر عليه مجلس الجماعة في الموضوع ديال التدبير أو ديال التأهيل ديال مركب رياضي محمد الخامس، سواء بانتداب بجعل هذا الموضوع موكولا إلى سونارجيس أو غيرها، لا يمكن أن يتم في نظرنا إلا بعد تقييم المرحلة السابقة، تقييم حصيلة ديال التأهيل، لأنه أنفق عليها مال عام وماشي مبالغ هذا، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كان كيخص يدار واحد العملية ديال التقييم ديال حصيلة هذا التأهيل، بتوفير بعد كل الفرصة للشركة اللي تكلفت بهذا الشيء نسمعوا لها ونسمعوا المعطيات ونبداو الآراء ديالنا وجهة نظرنا وناخذوا موقف بناء عليه، واش داك الشيء كانت فيه شطات، كانت فيه اختلالات، أم أن داك الشيء مبرر وعادي. لحد الآن حتى واحد ما يقدر يجزم بأنه واش كاين اختلال واش كاين ما كاينش اختلال. أيضا في نفس الأمر بالنسبة للتدبير كخصنا نديروا واحد التقييم. للأسف الشديد هذا الموضوع بصفة عامة هذا المكتب كان التزم بتقييم التجربة ديال شركة التنمية المحلية وتقييم الحصيلة ديال الاتفاقيات اللي عندنا معاه، ما داروا والو. جينا احنا أكثر من هذا الشيء منذ الدورة ديال فبراير، احنا كنطالبوا بعقد اللجنة باستدعاء كازا ميناجمون كازا ايفنت وكازا باتريمون باش يجيو ويعطيونا الحصيلة ديال اشنو كيديروا في هذاك المركب. كان التزام بانه فورا سميتو هذه انتهاء الدوره غادي نديروا اجتماع، بقينا كنستناو حتى بقات واحد 3 ايام للعيد، العيد الكبير، برمجوا الاجتماع في الليله ديال الاجتماع اجلوه لسبب غير معروفه. اذا احنا بالنسبه الينا باش نقدروا نحيدوا من واحد الاختيار ندوزوا اختيار اخر، لا بد نديروا هذاك واحد التقييم ديال اشنو كان، واش داك الشيء صافي الحل هو اننا نسدو ننهيو العلاقه، ام ان هذاك الشيء اللي كيتداول في مواقع التواصل الاجتماعي واش صحيح، واش كله صحيح، واش صحيح نسبيا الى اخره. على كل حال هذا العمل ما دارش مزيان. الان كيتم الارتماء في احضان سونارجيس، هذا يمكن يكون اختيار صائب، يمكن الله اعلم، ولكن سونارجيس نفسها كاين كلام كبير على انه التجربه ديالها في تدبير واحد العدد ديال المنشات ومرافق رياضيه وملاعب رياضيه في عدد من المدن المغربيه فيها مشاكل بالجمله. فلذلك حنا بالنسبه لنا هذا التحول ما مرتاحينش ليه، ما موافقينش عليه. وثالثا الصيغه ديال الاتفاقيه اللي جات كانت عليها ملاحظات كبيره وكثيره، فهمتي؟ والبارح استغرق منا الامر واحد تقريبا حوالي 5 سوايع ديال ابداء الملاحظات، من بعد تشكلت واحد اللجينه ديال تدقيق الصياغه، باقي ما عرفناش دابا الصيغه الحاليه ديال الاتفاقيه. اذا اجمالا حنا بالنسبه الي، وعندنا باش كاينه اسئله جانبيه، كازا ايفنت ما عندناش في التدبير ديال المرافق الرياضيه، ما عندهاش فقط غير مركب رياضي محمد الخامس والمرافق ديالو والملحق ديالو، كاينه مرافق رياضيه اخرى. اذا كيفاش غنديروا هذه العلاقه؟ واش غنديروا سونارجيس هنا ونخليو كازا ايفنت هنا؟ اذا شي حاجه ما مفهوماش. حنا كنا طالبنا باش طبقا للقانون نخليو الدوره مفتوحه، القانون كيعطينا هذا الحق، ومن جهه
نستدعيو هاد كازا اميناجمون كازا ايفنت ونناقشوا معاهم داك الشيء ونديروا التقييم اللي خصو يدار، ثم في نفس الوقت يعني الجماعه يكون عندها فرصه باش انها تدقق الصياغه ديال هذيك الاتفاقيه. للاسف هما مركين تجافي الله يسخر.